في برنامج الت فور. احنا شفنا اليومين دولت ان الاخوان كانوا لموا مليونيه عشان ينزلوا التحرير. طبعا بعد ايه؟ بعد البيان اللي طلع ونشار العسل خلص. الظاهر ده كتير قوي صح؟ صح. طيب دلوقتي ما عادش في حاجه مستخبيه. الاخوان نزلوا منزلوش، حطوا لهم مرشح محطوش، كل حاجه بتيجي. والموضوع بدا من هنا. المسلمين مع المرحله الانتقاليه بعد الثوره بطريقه حكيمه متئده تتوخى المصلحه العليا للشعب والوطن، وترى ان استكمال المسيره الديمقراطيه وتكوين المؤسسات الدستوريه التي تتسلم السلطه من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والامن والمحقق لاهداف الثوره وتطلعات الشعب الغربي. الله، ما هو الكلام عادي اهو يا جماعه، امال قلبت الدنيا بقى ليه؟ بقى اخصى عليهم اصلا، دايما ظالمينهم كده. كمل يا عم محمود، خلينا نسمع. سمعنا. ورغم حصول حكومة الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أنه للأسف الشديد جاء أداؤها أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها، ويتمثل هذا الفشل فيما يلي. يا حمطي، تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب، كارثة بورسعيد، سفر المتهمين الأجانب. ياه، انتوا لسه فاكرين موقعات بورسعيد؟ أنا أعتقد أنا نسيتها. ده مفيش حد، ده أنا ماشي في الشارع مفيش حد يقول لي موقعات بورسعيد. يا ما أقول كلام غير ده. كمل قول يا عم محمود، سامعينك. ها، أنا معاك لحد الصبح. سعي لتبديل الأموال الموجودة في الصناديق، التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة. أنا بقى باخد لكم نقط. التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص. افتعال، خلي بالك، افتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة، بوتاجاز، بنزين، سولار، رغيف، خبز. يا حمتي تاني؟ ايه دي؟ كل دي احصاء؟ غريب. معاك، سمعني بيت البيان. وحينما يطلب منها الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار، ويؤيده في ذلك للأسف المجلس العسكري. اوبا، كده جت سيرة الناس الكبار. مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل. دبوره بيزن على خراب عشه. قولوا، شكلها دول صحيتها قريب. وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ ثورة؟ ايه ده؟ ده نسيت ان في ثورة اصلا. هو حصل ثورة بجد؟ سبحان الله، سبحان الله. فعلا، يوم ليك يوم عليك، والدنيا زي الخيارة، يوم في ايدك يوم في ايد صاحبك يحطها برضه في ايدك. بغض النظر عن اي معنى للمثل دوت، نشوف قال ايه تاني. ام رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟ تزوير انتخابات، هو ده بالظبط اللي بندور عليه. عملوا كل حاجة في الدنيا وجه على تزوير الانتخابات. مسكنا مربط الفرس بتاع الايه؟ البيان. طيب، اعتقد كده ان السيناريو واضح واتقرب. احنا قربنا نقرا هم عاوزين ايه. والموضوع هيجي في الاخر على انتخابات رئاسة. هم بيعملوا الفيلم ده كله عشان حاجة. قال لا. المجلس رد عليهم؟ طبعا. نشوف المجلس هيقول ايه. ولقد أثر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع. سؤال، محدش قدر يرد عليهم؟ لا 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 لا، ما اعتقدش. اكيد في حد لازم يرد. مع ان هم الناس الكبار، بس لازم حد يرد. ويتناسى ان القوات المسلحة ومجلسها الاعلى هم من خططوا ونفذوا للانتخابات التشريعية السابقة. خططوا؟
نفذه بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع، وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى. لا يا جماعة، أنا أقصد الفيديوهات بتاع الكلام، رد الكلام بتاع الإخوان مش الاعترافات. معلش يا جماعة، عندنا لخبطة في الفيديوهات شوية، بس اتفضلوا كملوا. إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا في حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على استقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات. يا يعني جماعة، وكل شوية يحصل لخبطة في الفيديوهات، ما ينفعش كده بجد. ها؟ ما ينفعش. احنا الظاهر في عندنا لخبطه في الفيديوهات، والظاهر كل ما اقول فيديو يطلع حاجه، في حاجه معلقه، في حاجه معلقه. انا يا جماعه اقصد الفيديو الجامد ده، ايوه الفيديو اللي هو بتاع الكلام الحلو ده. شوف، وباشرت بكل شرف وتجرد واخلاص مسؤوليتها في اداره شؤون البلاد خلال هذه المرحله الحاسمه من عمر الوطن. إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود. أيوه، هو ده اللي بدور عليه من الصبح. الظاهر بقى إن الطرف الثالث، الأصابع الخفية، سابت الميدان وسابت الثوار، سوري يعني قصدي سابت البلطجية، وراح تدور لها على لقمة عيش تانية في حتة تانية، والظاهر كده إن عجبتها أوي أوي. واخد لي بالك؟ رد الاخوان بقى كان ايه؟ كان ده مليونية وجمعة وصوار. الله يرحم بندتة، فاكرين بندتة؟ انا حاسس بعد كده ان هو اصلا الاخوان كانت عاملة كده على الفيسبوك. ربنا يستر. احنا عندنا فقرة جاية دي الحلقة، الجزء التاني من الحلقة، عايزين نشوف رأي الناس اللي في الشارع، بغض النظر بقى هما كانوا أي طبقة من الطبقات دي. هنشوف الناس ديت نرجع كده ولا قالت إيه. أنا برضو هتلاقوني بتحول من هنا للشارع على طول. فجأة استنونا، أمسككم على الفاصل الغنائي دوت ونرجع تاني. خليكم معانا. قدرت بينا الوشوش، قلت بينا الأمانة، يا عالبراحوش ما بقاش ياكل معانا، حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة، طب ايه ما بتفتشوش بلد قوي بأمانة. قدرت بينا الوشوش، قلت بينا الأمانة، يا عالبراحوش ما بقاش ياكل معانا، حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة، طب ما بتلقيشوش بلد قوي بأمانة. اللي يغير في كلامه صغير، اللي يدوس على ناسه في ثانية غير بعد ما بنى على اصله، لسه بيتصور يرجع يلاقي فرحتنا بيه مستعانة. لا بنقول له معلش بقى وكان على عنا، كان نفسنا فعلا نلقاه له مكان بينا. لازم يفهم جدا منه انه اللي سيبنا، ما يجيش وقت ما يبقى بيغرق يعمل حبيبنا. قلت بينا الأمانة، يا عالبراحوش ما بقاش ياكل معانا، حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة، طب ايه ما بتلقيشوش بردين قوي بأمانة. وياما لحد ما طار
ممثل هايل مش بطال. ساعة معانا وساعة تانية يبقى معاهم، كل شوية يغير شكله مش راسي على حال. اطمن يا حبيبي اطمن، كلنا فاهمين. يلا بقى اطلع الله يحنن، محناش عايزين. رف دينك معلش جنابا، اصلنا مجانين. الكذاب بيبان لو مهما طال المطال. كترت بينا الوشوش، قلت بينا الامانة. يا عالبراء حوش ما بقاش ياكل معانا. حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة. طب ايه هبتفتشوش برد القوي بامانة. كترت بينا الوشوش، قلت بينا الامانة. يا عالبراء حوش ما بقاش ياكل معانا. راي الناس اللي جايه. رجاله ده كنت عملتوا ايه في الجمعه اللي فاتت؟ نزلت الكولونيه ولا الجمعه الجايه يا عم؟ تعالى، ما كنتش فاضي. ما كنتش فاضي يا عم، والنعمه ما كنت فاضي. كان عندي، عارف الواد ده حسنون ده؟ انا كنت بمثل الدور بتاعه في القبضه اللي اسمها ايه، الداميه. ايه ماشي، خليك معايا ماشي. وبعدين يا عم رحت انجز في قلب الصف يا عم، ودخل لي بتاع طلقه دخلت من زوري، طلعت من رجلي ماشي. بس انا ما كنتش فاضي يعني. شوف يا بيه، اتفضل. انا هقول لك على حاجه، اتفضل. انتخابات ولا بتنجانات ولا الكلام فاضي. انا كنت قاعد في البيت رايح دماغي، والله وجع قلب. كل اللي يقول لك انتخابات ده ولا يهمني. طب يا بيه، دي مصلحه البلد. مش قال لك انزل والاخوان قالوا لك تعالوا انزلهم؟ ودي الاغلبيه يا جماعه، المفروض نعمل حاجه. ما نزلتوش ليه؟ ولا هنزل ليه يا باشا؟ ولا انتوا خايفين يتقال عليكم بلد ايه وبتاع ايه يا باشا؟ احنا بقى لنا كذا سنه مستعمرين من البرنس اللي مرمي في السجن دلوقتي، اللي عمال يخطط لنا ويقلب لنا ويعمل لنا في حوارات. ونطلع من نقره ننزل في ضحضره، نطلع لسه من ما اعرفش ايه، لسه البلد هتتقرب تتعدل. ننزل تاني في الحوار تاني. مفيش حاجه نافعه في البلد دي يعني كده. ما ينفعش يعني، احنا هنفضل على طول كده؟ هنفضل مستعمرين؟ ما هو ده ما ينفعش. ما انتوا لازم تشوفوا لنا حل. وانت ايه رايك في رغيف العيش؟ الرغيف والله، الرغيف بقى يعني هو قد كده. هو بصراحه يعني هو قد كده، بس بيكفي العيله كلها عندنا فعلا. وما فيهوش مصاميه. لا يا جماعه دي صراحه جدا، مش مصاميه. انا مصدق ماشي، بس عشان تبقى عامل حسابك يعني على الحوار ده. فانت يعني لازم تشوف لنا حل عشان كده. لو انت رشحت نفسك في الرئاسه، يا ترى هتعمل ايه مع الخمره والبكيني والليله الزرقاء دي؟ انا هوزعها على الشعب. توزع خمره وبكيني على الشعب؟ هو الشعب عاوز كده. باخد ده احسن واحد يمسك رئاسه. هو الشعب عاوز كده. الشعب يقول لك كيفني يلاقيني يغديني. طب وننزل العشاء؟ ايه؟ ننزل العشاء. العشاء؟ الليل بقى واحنا قاعدين مع بعض. ماشي يا رجاله. ماشي يا باشا. شكرا. شرفتنا يا برنس. برنس انت، برنس نورنا بيه. صار الناس ديت مش عارفه حاجه، برنس وباشا وبكيني. عايز حد يرن عليا. محتاجين بقى ايه؟ شوف ناس كبيره، شوف ناس عاديه. احنا كده شفنا الطبقه المتدنيه من الشعب اللي ما نزلوش يوم الجمعه. امال بقى ايه اللي هيحصل؟ خليكم معانا، اروح اشوف ناس تانيين ونرجع تاني. استنونا. رجعنا لكم تاني مشاهدينا. احنا خلصنا من فقرة الهزار او القدش من ناس طبقة ايه المجتمع. تعالوا نشوف الطبقة المثقفة في المجتمع ده. ونقدر نقول احنا معانا يعني شخص عزيز على قلبنا جدا، هو صحفي في جريدة الحرة مصر، وانسان معاشر الثورة من اولها لحد النهاردة.
تعالوا اسألوا كم سؤال وانتبه شوف الناس المثقفة هتقول ايه. بص ليه رأيكم تعالوا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكم. احنا عايزين بس نسألك كم سؤال لو ينفع. اتفضل. في البداية احنا عايزين نعرف رأيك في العملية الاخواني في يوم الجمعة اللي فاتت. من ناحية عملية ايه بقى؟ من ناحية اللي هم ادوا كلمة ان احنا هننزل الميدان ونعمل مظاهرات لما المجلس ما وافقش اللي هو قرار الحكومة وفجأة ما نزلوش بسبب ايه؟ ان المجلس قال لهم تعالوا ايه انا هديكم ارشح لكم واحد وما تنزلوش الاخوان. يا ترى ايه تعليقك على كده وانت ايه رايك في الموضوع؟ بص ما اقدر اشبه السياسة بحاجة اسمها جيم. لعب. السياسة لعب. ممكن يكون المستهدف من دعوة الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة بالدعوة المليونية لسقوط الحكومة الجمزوري ممكن يكون فيها إن هم بيجسوا نبض الشارع. هل هم ما زال لهم مصداقية في الشارع المصري ولا لا؟ هل في ناس هتستجيب؟ وأحسن دليل يدل إن هو ده كان بيجس نبض إن مفيش حد من الإخوان تواجد في الميدان. ده يؤكد الاحساس اللي عندي او احساس عند معظم النشطاء السياسيين ان الاخوان كانوا بيجسوا نبض الشارع بيشوفوا مدى الاستجابه. هل سيستجيب الشباب النشطاء السياسيين لدعوتهم؟ هل السياسيين الاخوان لو مدوا ايديهم تاني للسياسيين الشباب السياسيين او الفكر المعارض للفكر الاسلامي او فكر الاخوان المسلمين هل ان هم يستجيبوا ليهم ويبتدوا يواجهوا معاهم يمشي في الطريق اللي هم ماشيين فيه اللي هو طريق اسقاط الحكومه؟ بس فده يجلنا ان هو ده جس نبض الشارع مدى وجودهم في الشارع قابليه الشارع للافراد او اراهم او الدعوات اللي هم بيدعوهم. تمام. طب انت ايه رايك في ان هم نزلوا مرشح عندهم اللي هو استاذ خيرت رمضان خيرت الشرف سوري فايه تعليقك على الموضوع ده؟ بص انا كتبت امبارح كلمه عن طريق صفحتي الشخصيه على فيسبوك كتبت يا جماعه مش معارض ان المهندس خيرت الشاطر ينزل بل بالعكس انا مرحب جدا بخيرت الشاطر في سباق الرئاسه. خيرت الشاطر عقليه جباره عقليه اقتصاديه عاليه عقليه ذات فكر عالي راجل مش متواجد باستمرار في مصر ولكنه متواجد بروحه معانا في مصر لان هو بره مصر بيعمل مشاريع بيعمل ابحاث بيحاول يجذب المستثمرين لينا تاني. قال لك ان انا اللي معترض عليه فكره ان هو الاخوان المسلمين نقضوا عهدهم ان هم لن يشاركوا في انتخابات الرئاسه بل يدعموا فقط لا غير. فاهلا بخيرت الشاطر في الرئاسه وده حاجه جديده بتاكد لينا كشباب سياسيين او كنشطاء سياسيين او زي ما بيسمينا الشعب المصري كطبقه مثقفه بياكد لنا او هيبين لنا اذا كان الاخوان ما زالوا متواجدين في الشارع المصري ام لا. هل الاخوان هيبقى ليهم شعبيه بعد ما هزالت مجلس الشعب عفوا مجلس العار اللي موجود المسمى بمجلس الشعب او نواب الشعب هو ليس مجلس الشعب هو نواب عار مجلس لا يمثل المواطنين. ما شفناش اي تغيير من ساعه من منذ انعقاد الدوره الاولى لمجلس الشعب ما شفناش اي رد فعل قوي. قبل ما المجلس انعقد بيومين في بدايه بعد الانتخاب طلع المجلس عسكري قانون الازهر بعد ما انعقد باربع ايام طلع قانون الرئاسه في ظل وجود مجلس الشعب. اذا انت لا تملك قرارك في مجلس الشعب. بس طب حضرتك دلوقتي عارف ان المهندس خالد الشاطر ممنوع من الحياه السياسيه من وزاره العمل السياسي. اذا ازاي ان انا فجاه يطلع المجتمع ده سؤال بيدور في الشارع المصري كله في كل الناس بتسال السؤال ده ان هو كان ممنوع من العمل السياسي وفجاه طلع ورشح نفسه للانتخابات. مش ده يدي تساؤلات كتير من الاتفاق اللي حصل بين الاخوان وبين المجلس العسكري في حاجه؟ بص هو المهندس خالد شاطر من قبل اسبوعين كنا بنقدر نقول ان الراجل دوت ممنوع من ممارسه الحياه السياسيه لكن بعد قرار المشير بالعفو عنه او اسقاط تهم التهم اللي كانت متلفقه له ايام العهد البائد عهد النظام البائد اتمحت كلها بقى الراجل كانه ولا دخل معتقلات ولا اتلفق له اي قواضي. قال لك ان انا هوضع على نقطه انا قلت لك في اول لقائي معاك ان السياسه لعبه ديل او نو ديل بتتفق بتتفقش ده ما يمنعش ان هم عاملين اتفاق مع المجلس العسكري لو عاملين اتفاق مع المجلس العسكري اذا كان لصالح البلد
او ان هو لمصلحه بعد كده قدام هتصب لصالح المواطن، انا موافق على الكلام ده. لكن مصلحه ضد انقلاب الثوره او ان هم يتابعوا على السلطه بدون حق او بدون شرعيه من الشارع المصري، فده غلط. ده خلينا نقف ونقول النقطه المروسه، احنا هنعمل ثوره من جديد. وده اللي فعلا اللي بيحصل. مش معنى اقول لك ان ده اللي بيحصل نصور من جديد ان الاخوان متواطئين مع المجلس العسكري، لا، الاخوان مش متواطئين مع المجلس العسكري، بس في اتفاق. احنا ما بننكرش ان هو في اتفاق ما بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري، ولكن ماذا يدور في الغرف المغلقه؟ ده اللي هنعرفه بعد انتخابات الرئاسه، ده اللي هيبين لنا اذا كان الاتفاق كان لصالح البلد ولا ضد البلد ولا علشان يكون السلطه. بس تمام. اخر سؤال معانا النهارده استاذ محمود، عشان حضرتك موضوعنا جدا، عاوزين نعرف انت شايف حال البلد رايح لفين؟ وهيوصل لايه بعد كده؟ بص، هو حال البلد انا كنت عامل مؤتمر من فتره في احدى القرى التابعه لمجلس طنطا بعنوان مصر رايحه لفين. انا في نهايه المؤتمر كان معايا مجموعه من امناء الاحزاب والنشطاء السياسيين البارزين في مصر. كنت عملت المؤتمر وقلت في الاخر حاجه، يا جماعه اللي يقول مصر، اللي عارف مصر رايحه لفين، محدش عارف مصر رايحه لفين. محدش عارف مصر رايحه لفين ليه؟ ما كانش حد متوقع في العالم كله ان احنا نبدا نعمل ثوره. ما كانش في اي مقدمات ان في ثوره تحصل. ما كانش في اي مقدمات ان يحصل انقلاب للحكم زي ما احنا كنا متوقعين، ان الاخوان ما كانوش هينزلوا حد، وكنا بنلعب هل الاخوان هيدعموا مين او هيأيدوا مين، ولا هل هيتركوا مساحه الحريه؟ لا، الاخوان نزلوا مرشح خلف توقعات الكل. ده مش طبيعه الاخوان بس، دي طبيعه الشعب المصري. ممكن في اي لحظه تحصل حادثه زي احداث بورسعيد تقلب الدنيا تاني، زي حادثه خالد سعيد هي غيرت الحياه السياسيه في مصر، غيرت سياسه النظام حادثه خالد سعيد. وفي النهايه بس هقول حاجه، اللي عايز يعرف مصر رايح على فين، كلنا نبتدي نشتغل، كلنا نعمل، كلنا يخدم في مجاله. مش لازم نبص يبقى لنا سلطه قدام او هدف قدام، خلينا هدفنا البلد، عشان من هنا هنعرف نقول البلد رايحه على فين، رايحه على حل احسن من اللي احنا الحل اللي احنا موجودين في الحاله دي. هنعرف مصر رايحه على فين، لكن دلوقتي محدش عارف مصر رايحه على فين. شاكرين لك يا استاذ محمود. راجعين لكم تاني، تعالوا نشوف راي الناس ايه في الاخوان في الجمعه اللي فاتت، كانوا عايزين ايه؟ تعالوا المايك. الله اعلم، ربنا يستر. ماشي، خش اشوف يا باشا. يا سيدي عرفنا بقى كده،
عملت ايه الجمعة اللي فاتت؟ ايه رأيك في الاخوان؟ كنت نايم. ايه ده؟ يوم الجمعة كنت نايم؟ ماشي ما علينا ما علينا. طب انت ايه رأيك في الاخوان يعني يا عزفة؟ عموما يعني عادي عادي برضه عادي. طب انت ناوي ترشح مين يا ابني؟ بيت البلد ديت على اصحابها الحشيش جاب اجل الناس كلها الله يحرقهم بجد. انت عايز ترشح مين من الاخر؟ واحد يقول لك رشح ناس والتاني يقول لك رشح سعد الصغير. ايوه يا عم سعد الصغير دوت احسن مني منك الله. سيبها له سعد الصغير يا عم. انت غلبت الناس كلها يا فندم. يعني انت مش هترشح اي حد يا سمير؟ ارشح نفسي. يعني هو اقول لك انا عارف ممكن اسالك سؤال هو سعد الصغير احسن من الحرامي والنصاب؟ بس بيجنن الحمار. يا حول الله احنا مصدقنا البلد دي الحمار هيسيبها بعد كام شهر. لا 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 بالعكس عمر ما هيسيبها. عمر ما هيسيبها. عمر ما هيسيبها. صدقني هيسيبها. لو الحمار سابها هيجي جواميس وعجوز. نعتذر على الله قضية غزار الحشيش جلسة دي. على فكرة مش بشرب حشيش انا بشرب هواء. اوبا اشرب هواء. اه يا معلم. اه يا معلم. اه يا معلم. اسمك ايه بقى؟ انتوا جايين منين؟ معلش يا جماعه الناس ديت ما تاخذناش، بس الظاهر هي دي الشبكه. يا ابن الحبيب يا ابن الحبيب بس سيبونا يا جماعه كمل التصوير. يا جماعه يا جماعه يا جماعه سيبونا كمل التصوير. الى هنا احنا نزلكم بعد الفاصل، ما احنا بنطلع باختصار الملايين، نزلكم بعد الفاصل. مش مصدق نفسي. لا 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 سعد الصغير يا نهار ابيض اشغل دوت. انا قلت لكم احنا موجود واحد التيم بتاع الطفول يروح ينتخب نفسه عادي عادي صدقنا. انا عندي بتقولوا ايه يا جماعه؟ قال له سال صغير هيرشح نفسه على كده ايه؟ هيبقى اسمه البرنامج الانتخابي للمرشح سال الصغير؟ يا نهار ابيض. ولا ايه سال صغير يبقى رئيس الجمهوريه ودينا وهاتم يبقى المستشار القانوني بتاعه؟ الله الله هتبقى رئاسه ايه فله. انا انا قوي انا نهار ابيض هتبقى سياستهم واحده والسياسه هتبقى واحدة وحالة هتقلب على واحدة ونص على واحدة ونص محدش عارف. وبعد كده غيروا بقى ايه مجلس الشعب دلوقتي بعد مجلس الشعب اللي موافق يرفع ايديه هيبقى دلوقتي يلا يا جماعة بيصوتوا على النبي كده اللي موافق يقوم يرفع ايديه بقى يلا صلوا بينا على النبي. مش هتبقى انتخابات رئاسة ولا تبقى جمهورية هتبقى فرقة حسب الله. لو واخدين بالكم انتم فرقة حسب الله ناقص يقول لي اغير المعونة تبقى النقطة بدل ما يقول لك احنا جالنا معونة من امريكا هتبقى ايه النبي امريكا جت نقفت علينا بشويه فلوس كده ومعونات والله عليك الله وش ويرش على البشريه ناقص فرق عليها سجاير الله السعد الصغير ايه انتوا فاهمين حاجه يا نهار ابيض على البشريه وعلى المصحف صعبه لحظه ايه تنتخب برضه السعد الصغير اه ده حل الدنيا ناقص غير ده يلا على كده بقى نجيب مين؟ الونش اعتقد هو الوحيد اللي ينفع يرشح نفسه للرئاسه على اساس ان هو ايه يستعملوه في حملات المضاربات علينا علينا. الحاله ديت هتعمل فيها جدا وناس كتير ساعدتنا فيها نحب نشكرهم الاول ويعني بصراحه الفضل ده كله يرجع لربنا وبعدين الناس اللي كانت حوالينا وتساعدنا وتحفزنا دايما ان احنا نطلع لقدام. معلش اخذت وقت طويل عمل ما نزلت بس النهارده وانت بتشوفها هتكتشف حاجات كتير غلط في الدنيا، هتكتشف الناس المغيبة والناس اللي كانت بتقلش، والناس أصلا مش فاهمة أي حاجة في السياسة. بس المهم بيفتوا خلاص. لحد ما وصلنا إن مرشح ينزل انتخابات، هيبقى من طبال لمرشح رئاسة. مش عارف، على كده بقى ممكن لما يروح يقابل رئيس دولة تانية ممكن يعمل معاه إيه؟ مش فاهم. يلا بينا نسمع احلى احلى سلام واحلى مسا كده على العريس والعروسه. مش على العريس والعروسه على الرئيس والرئيس فكره برضه يلم النقطه وهو رايح لاي دوله.
حول ولا قوة إلا بالله. يلا حدش عارف وصل رايحها فين، ولا كنت اسأله قبل ما تركبه. المهم ان هنستناكم، هنستنى رأيكم في الحلقة قوي قوي قوي. معلش لو الحلقة دي ما كانش على المستوى اللي احنا وعدنا بيه، بس ان احنا في ضغوط جدا عشان نعمل الحلقة دي، واللي احنا وعدناكم فكان لازم نعملها بأي شكل. استنوا الحلقة الجاية، لو تنسوش دايما تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. هنفضل دايما متابعينكم، وتنسوش ان اللينك اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي هو لينك الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لألت فور اسمها ألت فور تشانل. خليكم دايما معنا، سبسكرايب وتابعونا ودعمونا لايكاتكم وكومنتاتكم، خليكم معنا على طول. كنتم مع هرش هندس و رغم ألت فور. استنوا.